لكم مشاهدينا الكرام والحديث حول داعش انهيار الخلافة والخليفة في الذكرى الثالثة لإعلان تنظيم داعش الإرهابي قيام دولة الخلافة المزعومة في سوريا والعراق، بات التنظيم قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام والتلاشي بعد سلسلة الهزائم المتتالية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة والضربات الموجعة التي نالها على يد القوات العراقية التي أوشكت على استعادة الموصل كاملة من يديه، فيما دفعته محاصرة الميليشيات الكردية مدعومة من التحالف الدولي لمقره في مدينة الرقة السورية للانسحاب الكامل من مدينة حلب. التنظيم الذي أعلن عن نفسه في منتصف 2014 بلغت مساحة الأراضي التي توسع فيها وامتلكها بسوريا والعراق في بداية 2015 نحو 91,000 كيلومتر مربع، وأخذت هذه المساحة في التراجع لتبلغ 78,000 كيلو متر مربع، وبلغت في يناير الماضي 60,000 كيلو متر مربع، لتصبح مساحة الأراضي التي ما زالت تحت سيطرته بنهاية الشهر الماضي 36,000 كيلو متر مربع. التراجع في سيطرة داعش على الأراضي في كل من سوريا والعراق ترافق مع تراجع كبير آخر في الأموال التي كانت تتدفق إلى خزائنه من عوائد النفط والغاز المنهوب والضرائب والمصادرات ومصادر الجباية الأخرى. ففي الربع الثاني من عام 2015 بلغت العوائد التي حصل عليها التنظيم نحو 81 مليون دولار بمعدل شهري، وفي الربع الأول من العام الماضي بلغت نحو 56 مليون دولار بمعدل شهري، قبل أن تصل في الربع الثالث من العام ذاته إلى نحو 31 مليون دولار بمعدل شهري. ومع نهاية شهر يونيو الماضي خسر التنظيم نحو 80% من العوائد التي كان يحصل عليها لتبلغ نحو 16 مليون دولار. لم تتوقف خسائر التنظيم على الأرض والمال، ولكن أيضا طالت القيادات، وكانت أولى ضربات المؤلمة للتنظيم مقتل الرجل الثاني فاضل أحمد الحيالي الملقب بأبو مسلم التركماني في مايو 2015، والذي يعرف بحجي معتز، في ضربة جوية للتحالف الدولي شمال العراق. تلا ذلك مقتل عبد الرحمن مصطفى القادولي المعروف باسم أبو علاء العفري، وأيضا بأبو علاء أبو علي الأنباري، وهو نائب قائد التنظيم أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي في محافظة نينوى العراقية. وفي يوليو 2016 قتل أبو عمر الشيشاني أحد أبرز قيادي داعش وقائد الجبهة الشمالية في التنظيم في معارك دارت بالقرب من مدينة الشرقاطة في محافظة صلاح الدين العراقية. ومن بين أبرز خسائر التنظيم في المناصب القيادية كان مقتل واجهة التنظيم الدعائية أبو محمد العدناني في غارة أمريكية على حلب. وفي 2017 قتل تركي البنعلي مفتي التنظيم، وذلك جراء غارة أمريكية على مدينة الرقة غرب سوريا، ووسط تصريحات رسمية روسية وإيرانية. فقد أعلن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي في غارة روسية على أحد مقرات التنظيم بمدينة الرقة السورية في مايو الماضي، وذلك في ظل عدم تأكيد رسمي لتلك الأنباء من جانب التحالف الدولي بقيادة واشنطن أو أفراد التنظيم. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لداعش انهيار الخلافة والخليفة. شكرا لحضراتكم.